السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قلنا بإذن الله إن احنا هنعمل فيديو عن عمل الأبحاث للطلبة أو إزاي الاشتراك على منصة أودمودو. أول حاجة قبل بس ما نتكلم عن الأبحاث وعن السنين بقى اللي هي أعلى من تالتة، أعلى من إعدادي، في عندنا هنا حاجة اسمها ستريم .mo.government.eg. الويب سايت ده فيه مواعيد البث المباشر للطلبة حسب بقى طبعا الصف الدراسي اللي فيه، من أول المرحلة الإعدادية السنة تالتة، دي مثلا الصف والإيه والسنة تالتة إعدادي، وده التوقيت من الساعة 11 للساعة 12 يوميا. هتلاقي كل يوم في حاجة، يوم الأحد مثلا في لغة عربية، يوم الاثنين لغة إنجليزية، يوم التلات في رياضيات وفي رياضيات اللغات وهكذا. فده دروس بس مش طبعا الثانوية العامة نفس الكلام، بس الثانوية العامة طبعا هيبقى في أولى وفي تانية وفي تالتة. كل سنة هنلاقي في مثلا من الساعة 5 للساعة 7 في مراجعة فرنساوي، مراجعة رياضة وهكذا. فده للطلبة اللي مش هيعملوا أبحاث. حاجة اسمها منصة البث المباشر stream.moe.gov.eg. طيب نيجي بقى للطلبة اللي هيعملوا أبحاث. أول حاجة قبل ما نعمل البحث عاوزين نعرف كود الطالب. كود الطالب هنجيبه من الموقع ده اللي هو stadia.mis.government.eg. الموقع ده كنت نشره على الجروب بتاع الزاويين. واللي أنت هتعمله ده تحط السنين بتاعته، المحافظة بتاعته وما إلى ذلك، وتبدأ تكتب تسجيل الدخول. هيطلع لك الكود بتاع الطالب. طيب عرفت كود الطالب، يبقى قبل ما تسجل هتحتاج حاجة تانية. الحاجة التانية دي هي كود الفصل. كود الفصل كانت المدرسة رفعها هنا وبرضه نشره على جروب الزاويين. مثلا هم عاملين تالتة ابتدائي، رابعة ابتدائي، خمسة ابتدائي، ستة ابتدائي، لأن دي مدرسة الزاوية الابتدائية. دي مدرسة الزاوية الابتدائية اللي كانت رافعاها. فمن سنة تالتة ابتدائي لحد ستة ابتدائي كل المواد، كل مادة لها كود. يبقى أنا عاوز حاجتين: كود الطالب اللي أنا جبته من الموقع اللي هنا، وكود المقرر اللي أنا جايبه من هنا. طيب عملت الاتنين، هروح لمنصة أودمودو، هكتب go.edomodo.com. هنا هنلاقي اللي في البداية خالص الدليل بقى ازاي نشترك. في هنا أول حاجة كلمة الدكتور وزير التربية والتعليم يوم الخميس لما بيتكلم فيه عن المكتبة الرقمية وعن البث المباشر وعن المشروعات البحثية. لو أنت عاوز تعرف المشاريع البحثية المطلوبة من ابنك أو بنتك، نقدر نستفيد من اللينك ده، ناخده كوبي وبيست. هنلاقي صفحة زي كده، الصفحة دي فيها مواضيع من وزارة التربية والتعليم الفني، مواضيع المشاريع نفسها في سنة تالتة، رابعة، خمسة، ستة، أولى إعدادي، تانية إعدادي، تالتة إعدادي. تشوف أنت عاوز سنة كام وهتدوس عليها. وفي طبعا معايير الحكم على المشروع. طيب لو دوسنا على معايير الحكم على المشروع، في حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، إن إحنا ما نشتريش دي معايير الحكم على المشروع. هنلاقي طبعا المفروض العنوان الجذاب والمشروع كده بطريقة منظمة، إن احنا نستخدم حاجات من المواد الدراسية اللي عندنا، إن احنا نلتزم بعدد الكلمات المحددة. الكلمات المحددة دي هتبقى موجودة تحت هنا، ما تبقى موجودة هناك هنوريها لكم. ماشي، الكلمات المحددة مثلا سنة رابعة ابتدائي اهي، دي عشان يوسف مثلا في سنة رابعة، فهنلاقي سنة رابعة. هنلاقي تحت هنا خالص عدد الكلمات المحددة، ففي التزم بالعدد الكلمات المحددة بجميع محاور المشروع. المحاور هتبقى موجودة برضو هنا، مثلا السياحة هنلاقي في إن مصر بتمتلك العديد من الآثار. في ضوء الدراسة بتاعتك، قم بإعداد مشروع بحث يتضمن التالي: أهمية السياحة، عبر في ضوء مدرسة عن فراس القصور. يعني هو الفكرة كلها إن ربط الدروس بالبحث. نسبة الآثار الموجودة في مصر قد إيه؟ كام في المية أو كام عالمية أو كام، اللي هي طبعا حسب الدرس اللي هو أخده، يعني نسبة السياح قد إيه وهكذا. دي اللي هي العناصر أو
المحاور بتاع المشروع، القاعدة النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، ده لغة عربية. الحتة دي اللي هي المهمة اللي احنا قلنا عليها، اللي هي سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر. يبقى ما تروحش لأي مكتبة وتقول له أنا هبدأ في ساعة 4 ابتدائي، اديني إيه؟ اديني مشروع، لأن ده معناه إن هو غالبا هيترفض لو هم طبقوا القاعدة دي، سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر. يبقى ما تروحش تشتري الأبحاث من أي حد أو أي مكتبة، حاول تخلي ابنك يعمله وممكن تساعده، مفيش أي مشكلة يعني. طيب يبقى احنا دلوقتي دخلنا على الاستعلام، جبنا الكود وجبنا الكود التاني ورحنا هنا عرفنا. طيب يقول لك بقى عشان الطالب نفسه ايه المطلوب منه، دي الخطوات المفروض الطالب هيبقى يعملها، ان احنا هنجيب الكود من المدرسة وخلاص جبناه، ان هو هيجيب الكود بتاعه خلاص جبناه، هيدخل على الموقع وهيعمل ساين اب اللي هو .htnew.edmodo.com student sign up، ادي الموقع اهو. طيب هو هنا بيقول لك انت معلم ولا طالب ولا غيره، احنا هنا طالب، هندوس طالب، هيدينا اللي هي student sign up اهي اللي موجوده عندنا على المنصه. هتدخل اسمك الاول وشهرتك، مثلا هنا قلنا اسمه الاول، طبعا الجزء الاثنين الاولين مش هنعملهم، لا هي التسجيل مع جوجل ولا التسجيل مع 365. اسمه مثلا يوسف، اسم العائلة أشرف عبد الجليل مثلا، مش هيبقى الاسم الثانية ولا لأ. طيب بعد كده بيسألك على رمز الصف، رمز الصف قلنا هناخد مثلا أي حاجة، سنة رابعة هنا، سنة رابعة في لغة عربية JNF2VF، JNF جي ان اف جي ان اف 2 في اف 2 في اف كده جبنا الكود. طيب اسم المستخدم بقى، اسم المستخدم قال ان احنا نستخدم في طريقتين، الطريقه اللي موجوده هنا ان احنا هنكتب موم وبعدين كود الطالب اللي احنا جبناه. في بعض المدارس بتقول الطريقه بتاعتها ياخد اول 3 حروف من اسمك واكتب الايه واكتب الكود بتاعك. انا شخصيا نلتزم بالموقع عامله اللي هو هيكتب مو ام او اي وبعد كده كود الطالب، ادي اسم المستخدم وكود الطالب، ادي كده ايه. طيب بعد كده البريد الالكتروني مش مهم، تحط بريد الكتروني، كلمه المرور اي كلمه انت عاوزها، كتبنا خلي مثلا كابتر الاول، يعني حاولت بدو ضعيف ماشي، هنخليه بس كده اغيره عادي. وبعد كده التسجيل المجاني سيف، عشان يعني ادخل رقم جوال ولي امرك او عنوان بريد ولي امرك، ممكن نكتب البريد الالكتروني مثلا 10685@gmail.com. لو حد عاوز يستفسر عن اي حاجه ممكن برضه يبعت لي على الايميل ده ashraf@gmail.com. بعد كده اشعار كده دخلنا الفعل، ادي اسم الطالب يوسف اشرف عبد الجليل، في عندي الفصول اللي هو دخلها، فصل الدراسي اللي هو دخله، فصل اللغه العربية سنة رابعة وأول وتاني وتالت، الأستاذة اسم الأستاذة بتاعتهم مها حجاج، وهنلاقي فيها أي حاجة موجود. طبعا عاوز تضيف بقى بقية الفصول الدراسية، كل اللي أنت محتاجه إن أنت تضيف فصل دراسي جديد
الساحة الرئيسية. طيب مثلا هنا عايزين نلتحق بفصل دي مجموعة، ثانية واحدة. طيب عاوز التحق بفصل دراسي جديد، يعني ده احنا دخلنا اللغة العربية عايزين انجليزي وهكذا، فهنيجي هنا عند الفصل الدراسي اللي هنا اللغة العربية، هندوس في الثلاث نقط دول. في عندنا عرض الفصول، عندنا أول التحق بفصل دراسي، هندوس التحق، هيجيب لنا اللي يسأل على الكود. هنيجي هنا مثلا احنا دخلنا العربي عايزين نخش الرياضة، ان واي اف بي ام اتش، ان واي اف بي ام اتش، ان واي اف بي ام اتش. ادي اللغة العربية تم اضافتها، يبقى بقى رياضة في عربي. عاوز نضيف فصل كمان، هنمسح دي ونيجي هنا. هو العلوم ما كانش شغال، فهنشوف الدراسات. اي يو دي جي 6 اس، اي يو دي جي 6 اس انضم، المفروض هيظهر هنا دراسات اجتماعية وهكذا. طبعا كل الفصول هتبدأ تضيفها، بس زي ما قلت في سنة رابعة لها رياضة ولغة عربية، العلوم ما اشتغلش، الدراسات، اللغة الإنجليزية آخر حاجة. تلاتة يو سي بي زد ان، تلاتة يو سي بي زد ان. ممكن نجرب العلوم مرة تانية يمكن يشتغل، بس هو غالبا مش شغال. يعني ادي العلوم في 82 جي اي اتش، في 82 الرمز الذي أدخلته غير صحيح. فكده الطالب دخل فيه كل الفصول، المفروض إن فيه هنا المطلوب يبقى بيبقى موجود فيه. الأساتذة هيبقوا عاوزين إيه من الطالب؟ بس هنكتفي هنا لحد النقطة دي، وممكن يبقى نعمل فيديو تاني عن الأبحاث نفسها. احنا قلنا هنا عاوز تعرف بقى الطالب نفسه بقى المطلوب منه، زي ما قلنا في التوبكس هنا اللي هو moe.government.eg project topics 2020، ممكن أحط برضه الرابط على الجروب، هو موجود يعني. آدي المشاريع، كل صفحة هتدوس على اللينك بتاعه تقدر تفتح لك صفحة زي دي كده. آدي الصف الرابع، طبعا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الصف الرابع مشروع الخطوات نفسها. في عندنا أربع مشاريع. طيب في عندنا، خلي بالنا إن ممكن الطالب يعمل أكتر من مشروع، يعني بدل ما أنت تقول أنا هشتري مشروع لابني من أي مكتبة أو أي حاجة، لا، ممكن الطالب يشترك لا يزيد عن 3 من زمايله. يبقى كل 3 مثلا ممكن يعملوا أحد الموضوعات اللي إيه الأربعة اللي موجودين هنا: السياحة، الطاقة، الصحة، المياه، بالمواصفات التالية. أتمنى يكون الحاجة واضحة، لو في أي استفسار ممكن يسألوا على الرابط اللي احنا قلناه، على الإيميل اللي احنا قلناه، ولو هو في حاجة نقدر نفيد بيها بإذن الله هنفيد بيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.